التأمت صباح اليوم بالعاصمة أشغال ملتقى جمعيات التونسيين بالخارج تحت إشراف كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك للإعلان عن تكوين المجلس الأعلى للهجرة للاطلاع على مشاكل ومشاغل التونسيين في المهجر. نعلن اليوم على تكوين المجلس الأعلى للهجرة اللي هو طالبين به التوانسة في الهجرة منذ أكثر من 20 سنة، وهذا الإعلان عليه يتم اليوم، والإعلان هذا بعدين نشوفوا طريقة تكوينه واللي هو معناها يمثل المهاجرين في الخارج، جمعيات المهاجرين، يولي معناها نعرفوا شنية مطالبهم، يعرفوا هم شنية مشاكلهم عبر مختلف الآليات، ونشوفوا هم اللي معاهم بالتشاور شنية العلاقة تكون بين الجمعيات وبين المجلس هذايا، علاقة المجلس هذايا بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والمهم نسمع صوت التوانسة في الخارج. وشهد الملتقى حضورا مكثفا لممثلين عن جمعيات التونسيين بالخارج الذين عبروا عن أملهم في أن يقع تمثيل المهاجر داخل مؤسسات الدولة تمثيلا حقيقيا. من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية على أهمية دور التونسيين بالخارج في بناء تونس الجديدة في جميع المجالات. ملف الهجرة ملف كبير، 10% من التوانسة يعيشوا في الخارج، وقع معناها تشريكهم في العملية البناء تونس الجديدة عبر مشاركة في الانتخابات، واليوم أنا هذه لبنة جديدة من أجل تأسيس علاقة جديدة مجتمعية بين التونسيين بالخارج عبر الجمعيات في جميع المجالات، معناها جمعيات المجتمع المدني الموجودة في الخارج مع التونسيين والوطن الأم. والملتقى هذا مجعول لخلق معناها شبكة وخلق معناها أسس لعلاقات ولآليات ما بين تونس والتونسيين في الخارج، ولتدارس معناها الآليات هذه وكيف معناها نبني الصرح الجديد في العلاقة بين التونسيين، ما يكونش فيه معناها توظيف سياسي، ما يكونش فيه علاقة زبائنية، ما يكونش فيه هيمنة لأي طرف سياسي، وإنما يقع تشريك المجتمع المدني بجميع تلوينات وجميع اهتماماته، لأن المجالات عديدة. واليوم معناها التونسيين بالخارج عندهم دور مهم في بناء معناها صرح تونس الجديدة، تونس الديمقراطية والكرامة. المهاجرين يمثلوا نسبة 10% من تونس، وقادرين يقدموا لتونس في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال السياسي، في المجال التنموي بصفة عامة. احنا نأمل اليوم أن الملتقى هذا على الأقل ينطلق فيه الحوار انطلاق حقيقي، ويقع تمثيلية للمهاجرين داخل مؤسسات الدولة في المستقبل، لأنه احنا الآن نبني في مؤسسة دولة، مش تبنى قوانين جديدة، مش يبنى دستور جديد، ماذا بينا أن المهاجرين يصبح لهم تمثيلية حقيقية ونسبة تعبر على وجودهم وتعبر على فعلهم داخل تونس. واليوم بصفة عامة الهجرة لها طاقات ولها رصيد كبير بأنها تنمي تونس اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. اهلا اهلا دكتور، كيف حالك؟ لاباس عليك؟ الله يخليك، بارك الله فيك، الله يخليك. ما شاء الله لا 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 اهلا فيك انا، كيف حالك؟ كيف حالك؟ من ميدان التحرير كانت الانطلاقة مرورا بطرابلس الثورة ووصولا إلى تونس الشرارة، حيث كان الاستقبال بهيجا. هكذا كانت رحلة التوقيع على الميثاق الدولي لمناهضة التعذيب. في إطار أن فرع المنظمة في ليبيا كان هو صاحب هذه المبادرة، ففكرنا لماذا لا نوسع المبادرة لتشمل بلدان الثورة الثلاثة المتجاورة التي اكتملت فيها الثورات مصر وليبيا وتونس، خاصة أن لدينا الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المنظمة العضوة في المنظمة العربية، وأيضا لدينا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المنظمة العضوة في المنظمة العربية. ثم توسعت الفكرة أكثر لكي نضم معها الحكومات، فعلى سبيل المثال لأول مرة بتوقع على هذه الوثيقة وزارة الداخلية المصرية، يوقع عليها وزارة الثقافة والمجتمع المدني في ليبيا، ويوقع عليها أيضا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان زي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر. وهكذا تم توسيع المبادرة، وجرى ترتيب انطلاق مسيرة الدراجين من القاهرة إلى طرابلس من مقر جامعة الدول العربية لكي تحتضن هذه المبادرة لكي تأخذ طابعا إقليميا أوسع بترتيب مع المنظمة العربية. ثم جرى انطلاق أيضا من ميدان التحرير في وسط القاهرة بما لهم الرمزية للثورة، باعتبار أن الثورات التي قامت تتحدث عن القيم الجوهرية لحقوق الإنسان، الكرامة، الحرية، الإنصاف، العدل الاجتماعي.
بادرة هي الأولى من نوعها اختارت الدراجات الهوائية وسيلة لكسر حدود مناهضة التعذيب بين بلدان الثورة لرحلة دامت 38 يوما وقطعت 3454 كيلومتر. انطلقت هذه الرحلة من العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد موافقة 3/6/2012 على تمام يوم الأحد على تمام الساعة 1:51 من قلب الميدان التحرير، حاملين شعار نبيلا ساميا يا يونس لا تبرير للتعذيب مهما كانت الظروف، ميثاق الشرف الدولي لمهارة التعذيب الذي يوافق يوم 26/6 الموعد الذي وصلنا فيه العاصمة الليبية طرابلس، وكان هناك احتفال رسمي كبير بقدومنا إلى مدينة طرابلس الجميلة، ومن ثم وصلنا رحلتنا إلى العاصمة التونسية. منذ دخولنا إلى ليبيا إلى وصولنا إلى طرابلس يوم 26/6 كانت استقبالات في كافة المدن، يعني الوصول نتاعنا كان الاستقبال من طرف عديد المنظمات في حقوق الإنسان في ليبيا. تم توثيق الميثاق في عن طريق وزارة الداخلية المصرية الليبية بعد أن تم التوقيع عليها من طرف وزارة الداخلية المصرية. كذلك يوم 28 حضرنا افتتاح العب الدولي للسلام في ليبيا، ثم اتجهنا الى تونس، والحمد لله يعني منذ دخولنا الى بنقردان ما كانتش مشكلات كبيره، ممكن اشكال صغيره في بنقردان يعني فديناه، وصلنا الرحله الحمد لله وصلنا اليوم سلام، وان شاء الله في المستقبل القريب عنا تتم الرحله هذه لانه هذا الجزء الاول، وان شاء الله عندنا مفاجاه باش يكون الجزء الثاني ان شاء الله في رحله جايه ان شاء الله. اليه مناهضه التعذيب التي يتضمنها الميثاق انما تنص على ضروره التزام اعوان الامن كذلك بقوانين تجريم التعذيب التي تسعى المنظمات الحقوقيه لدسترتها. اولا ايجاد في خصوص مثلا يعني التعليمات مرفوضه لما يكون تعليم بالتعذيب لا يقبله العون. ثانيا إذا كان هناك تعذيب لا يسقط التزام التعذيب بمرور الزمن للحد من الإفلات من العقاب والقضاء على الإفلات من العقاب. أيضا ندوات تكوينية توعية في المدارس للقضاء على التعذيب، ثم أيضا حتى تتبع مجرمي التعذيب على النطاق الدولي. تظاهرة تزامنت مع الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي لمناهضة التعذيب بليبيا بعد الثورة لتؤسس إلى قيم الإنسانية حتى في التعامل مع أكثر البشر وحشية. حريصين أكيد في ليبيا بغض النظر على كوني من ليبيا، لكن حريصين أن يطلعوا شخصية البغدادي بصورة أفضل، لأن هذا يمثل الاحترام لأدمية الإنسان في ليبيا، وأعتقد حتى احترام للدولة الليبية إن شاء الله. رحلة التوقيع التي انتهت بعد عذاب سباق مع الزمن لم تكن سوى نهاية لبداية مناهضة التعذيب التي تبقى رهينة تفعيلها على أرض الواقع. وفي أخبارنا العالمية، أكد المبعوث الأممي كوفي عنان بعد زيارته أمس لدمشق، أكد أنه أجرى محادثات بناءة وصريحة مع الأسد لإنهاء العنف في البلاد، فيما اعتبر المجلس الوطني السوري أن قرار عنان بفشل مهمته السبت يستدعي تحركا دوليا عاجلا تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، رافضا دعوة عنان إلى إشراك إيران في الجهود لمعالجة الأزمة السورية. ميدانيا أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 21 شخصا معظمهم في إدلب. ذكر ناشطون السعوديون أن شخصين قتلا ليلة أمس بعد أن أطلقت الشرطة السعودية النار على مظاهرة في منطقة القطيف خرجت للتنديد باعتقاد السلطات رجل الدين الشيعي نمر باقن نمر المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الأسرة الملكة، والذي تعتبره السلطات من أبرز المحرضين على المظاهرات التي عرفتها منطقة القطيف مؤخرا. أطلقت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف نداء دوليا لإغاثة أطفال اليمن من كارثة كبيرة بسبب سوء التغذية، ودعا المدير التنفيذي لليونيسف إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لليمن، وحذرت المنظمة الدولية من أن حياة مئات الآلاف من الأطفال اليمنيين معرضة للخطر بسبب سوء التغذية. ووفقا لتقديرات اليونيسف فإن نحو 57% من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية المزمن، وهو أعلى مستوى في العالم بعد أفغانستان. أشارت تسريبات أعلامية أمس إلى تقدم قوائم تحالف القوى الوطنية المكون من 60 حزبا ويتزعمه رئيس الوزراء السابق محمود جبريل، وعززت تلك التسريبات تصريحات الأمين العام للتحالف فيصل الكريكشي التي قال فيها إن التقارير الأولية تؤكد تقدم تحالفه على منافسيه بمعظم دوائر البلاد. ودعا جبريل في مؤتمر صحفي نحو 150 حزبا سياسيا في البلاد، دعاهم إلى الوحدة لدعم تشكيل حكومة ائتلافية واسعة.
أثار القرار الذي اتخذه الرئيس المصري محمد مرسي أمس والذي قضى بإلغاء حل مجلس الشعب وبدعوته للانعقاد مجددا جدلا شديدا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومتهم للرئيس بتخطي سلطاته. نهاية هذا العرض الإخباري وهذا تذكير بالعناوين. في ندوة صحفية قناة حنابعل تعرض برمجتها الرمضانية. الحكومة المؤقتة تمضي اتفاقيتي شراكة في المجال المالي مع الاتحاد الأوروبي. كوفي عنان يصف محادثاته مع الرئيس السوري بالبناءة والمعارضة تطالب بتحرك دولي عاجل. جدل شديد في مصر بسبب قرار الرئيس المنتخب محمد مرسي إعادة العمل بالبرلمان بعد حله من طرف المجلس العسكري. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.